مرحبا بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ هل تتذكرون حكاية المرة السابقة؟ نعم، الحشرات صنعوا رجل الثلج. ترى ما هو الجديد اليوم في حكايتنا؟ هيا ننطلق في رحلتنا معا. قلت للنحلة أريد أن أخلع فروعي لأبني لكم بيتا، وسألت النحلة: حقا؟ ألن يؤلمك هذا؟ لا لا، غير مؤلم، سعادتكم هي سعادتي، وفروعي ستنمو مرة أخرى، لا تقلقي. قد صنعت لكم البيت وقلت هكذا: هذا هو هدية، يمكنكم أن تنزلوا فيه وقتما تريدون. نعم، اليوم سنرسم البيت المصنوع من فروع الأشجار. أولاً نرسم الأعمدة والسقف هكذا. وفي الجانب نرسم فرع شجرة طويلاً هكذا، يكون مثل الذراع. ثم نرسم النقوش فوق الفرع هكذا بشكل طبيعي. ورسمنا النافذة على شكل قلب، أما الباب فنرسمه بشكل دائري. ثم نرسم أيضا تعابير وجه للبيت أيضا. ونرسم العشب أيضا، ثم نركب سحابا في السماء. ما رأيكم برسم قوس قزح بين سحابتين؟ ومباشرة هيا نلونها. يمكنكم أن تبدأوا التلوين من المكان الذي تريدونه.
وسنضع أيضا بعض النقوش على الأخشاب. ثم نضع النقوش الأرضية. ثم نلون بالألوان المائية. نضع الماء على الفرشاة ثم نلون الأرضية. ثم نقوم بخلط اللون البني. بعد ذلك سألون البيت بشكل فاتح أكثر قليلا بخلط اللونين البرتقالي والأصفر. نخفض اللون الجبلي مع اللون البرتقالي. ثم نلون الباب باللون البنفسجي. وبعدها سنلون السماء. نستخدم الماء أكثر. وبالتالي نلون بشكل أوسع وأوسع.
بعدها نلون الأعشاب. باللون البني نلون أكثر الجزء الخارجي من الباب. ثم يمكن أن نرسم موجات هكذا بالفرشاة. نعم يا أصدقائي، انتهينا. كيف كانت محاضرة اليوم؟ حقاً، من أجل الأصدقاء قامت الشجر بنزع فروعها وصنعت بيتاً وأهدته لهم. يبدو أننا نشعر بدفء مشاعر الشجرة يصل حتى هنا. وأنتم أيضاً يا أصدقائي، حاولوا الرسم بمشاعر الحب التي عندكم للأهل والأصدقاء والمدرسين والجيران. عندما أفكر فقط أشعر أن رسوماتكم ربما ستمتلئ بالدفء. لذلك نحن أيضاً دعونا نتقابل المرة القادمة بمشاعر دافئة. إلى اللقاء.